نعم، كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله تكون بخير باحسن حال يا رب. اليوم جايب موضوع خفيف بسيط، بتمنى من الجميع ركز معي. ما عليكم من هاي اللي على راسي، بس انه عشان حطه عشان بس ينشف شعري من المية، و شو اسمه عشان يكبس. شو يكبس؟ زيتون هو، اسمعني. المهم، ايش موضوع هذا؟ الناس كلها صارت تعرف بالتمارين. بدك سيكس باك سوي هيك، بدك باي سوي هيك، بدك مش عارف ايش سوي. وبعدين تعال يا معلم، انت يعني انت جاي تنصحني؟ طيب ماشي، لانه راسي. ليش في اغنية واسع واسع؟ مش فاهم انا، ليش في اغنية وانو عليك اني ما الاغاني يعني ما تحط اغنية؟ هذا السبب الاول، ما تحط اغنية يعني ما مش هتحمسني. يعني ممكن تحط يعني مثلا نغمة حماس، مثلا نغمة تحمسني اني اسوي التمارين هاي. بس وقالوا عليك مش فاهم انا، احب ولا العب باي؟ معلم ركز شوي قبل ما تسوي الفيديوهات تبعتك. مش يعني الشغلة مش حط اي نغمة ويلا طالع شيل، حط اغنية جديدة. فبتمنى من الجميع يعني تابعين التمارين، ارحمونا ارحمونا بليز يعني. شغلة تانية، مش شرط التمارين اللي انت سويتها تطلع معاي انا نفسك، يعني هاي طبيعة اجسام، كل جسم له طبيعة، مش شرط. تمام؟ طب انا مثلا عندي هسا فشل كلوي، بقدرش اضغط على ايدي لاني مسوي عملية، وانسى يعني الوضع متفجر، ايش اسوي؟ بدي باي، ايش سوي؟ اسوي نفس حركاتك؟ راح الجهاز ورحت انا وتدمرت وقعت على وجهي. لازم تعطي اول اشي امور سلامة عشان نفهم كيف نسوي هاي الاشياء. ما تيجي تتفلسف في اشي انت مش فاهم فيه يا معلم. وشكرا جزيلا يعني، شكرا جزيلا. اخر اشي تلقاه فاقع استيرويدز للصبح وقاعد بقول لك انا شغال عليها 6 شهور وثلاث ايام. سيبك سيبنا من 6 شهور 3 ايام والهياط تبعك هذا، سيبنا منه. بس انا حبيت احكي بالموضوع، بتمنى من 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 هذول تبعين التمارين يعني انتبهوا على حالكم شوي. لما تعطي النصايح اعطي النصايح صح، اعطي النصايح صح، عشان في ناس ما شاء الله بتقلد وفجأة بوقع وبدوا عليك، دير بالك. وشكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، السلام عليكم.